الحرفة هي هواية هواية تقريبا من, من الصغر وهي تقريبا حياتي بها يعني عايش بها نتنفس بها ونتقوس بها ومكبرت أولادي بها الحرفة ونبغيها كذلك بدئت بالبدايه تاعي كانت النقش على الجبس من بعد بديت نخدم التحف التحف الفنيه من بينها النقش على الزجاج الضغط على النحاس كذلك تحف فنيه صغيره هدايا هدايا مناسبة الأعراس هدايا عيد ميلاد هدايا تاع النجاح تاع البكالوريا نخدم كذلك تاع المصاحف نخدم باني كوفر تاع المصحف نخدم المرفع تاع المصحف نخدم كذلك لوحات قرآنية أسماء تاع القرآن أه نخدم كذلك معلقات على المفاتيح التي في في المنزل أه نخدم عده اشياء الاولى نجيب الباقيطة نشري الباقيطة من بعد نكوبيها بلا ماشين كما نشتيها من بعد كي نكوبيها نديرو لاسومبلاج تاع تاع الباكيطا و المقياس كاين الحجم الصغير كاين الحجم الكبير كاين اللي فيه خمسة وعشرين سنتيم على 15 كاين اللي فيه عشرين سنتيم على عشرة على حسب كل واحد والحجم تاعو والمراحل اللي فتنا عليها راكي في الورشه قوم بالتركيب تاع الكوفر من بعد نبدا في لافينيسيون تاعو ندير له المرايه تاعو ندير له القاطفه تاع اللي نخدمها للداخل من بعد ندير له كاع لي زاكسيسوار تاعو نبداه من البدايه حتى النهايه هو كل الصنع تاعي مية بالمية من بعد فينية من في الورشة نجيبوه هنا للمحل والزبون هنا يجي يلقاه واجد ويشريه كما هذا الكوفر هذا اللي كي كنا في الورشه خدمناه وهو الكوفر خدمته للمرأة باش تدير الحلي تاعها وكذلك للعروس باش تدير الحلي تاعها وخدمت عدة أنواع من بينها كاين الأنواع اللي خدمتها على الخشب وكان انواع أخرى طورتها من بعد طورت هذا الكوفر الالوان الالوان هي كان الوان ابيض هو اللي مطلوب بزاف وكان الوان كان الوان لون احمر اللون احمر كل الألوان تقريبا هي ادوات بسيطه ما هيش ادوات بحال صعيبه هي التركيز على, على الفكره هي الفكره هي الصح عندنا كيما نقولوا لي تغرافي عندنا تورني في سلبانس مارتو عندنا ستيلو عندنا لي ريغل ايكر هادو الماتيريال نستعملهم وفني موجودين متوفرين في <applause> إذا كنت تبغي المحنه تبغيك وتعطيك الاسرار تاعها خاطر كل مهنه عندها الاسرار تاعها اذا كنت تبغيها تعطيك السر تاعها ولما كنت تبغيها ما تعطيك الاسرار تاعها